اختار قصيدة اسمها مقتل القمر، كتبتها ونشرتها في عام 1961، وهي من بداية مشواري. وتناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس في كل المدينة، قتل القمر، شهدوه مصلوبا تدلى رأسه فوق الشجر، نهب الجنات جواهر الماس الثمينة من صدره، تركوه في الأعواد كالأسطورة السوداء في عيني ضرير. ويقول جاري كان قديسا، لماذا يقتلونه؟ وتقول جارتنا الصبية كان يعجبه غنائي في المساء، وكان يهديني قوارير العطور، فبأي ذنب يقتلونه؟ هل شاهدوه عند نافذتي قبيل الفجر يصغي للغناء؟ وتدلت الدمعات من كل العيون كأنها رأس القمر، وترحموا وتفرقوا، فكما يموت الناس مات. وجلست أسأله كثيرا عن يد غدرت به، لكنه لم يستمع لي، كان مات. دثرته بعباءته، أسبلت جفنيه على عينيه حتى لا يرى من فارقوه، وخرجت من باب المدينة لريف. يا أبناء قريتنا، أبوكم مات، قد قتلوه أبناء المدينة، ذرفوا عليه دموع إخوة يوسف وتفرقوا فوق الطريق مخلفيه. يا إخوتي، هذا أبوكم مات. ماذا؟ لا، أبونا لا يموت، بالأمس طول الليل كان هنا يقص لنا أحاجيه الحزينة. يا إخوتي، بيدي هاتين احتضنته، أسبلت جفنيه على عينيه حتى تدفنوه. قالوا كفاك اصمت، فإنك لست تدري ما تقول. قلت الحقيقة ما أقول. قالوا انتظر، لم تبق إلا بضع ساعات ويأتي. حط المساء وأطل من فوق القمر، متألق البسمات ماسي النظر. يا إخوتي، هذا أبوكم ما يزال هنا، فمن هو ذلك الملقى على أرض المدينة؟ قالوا غريب، ظنه الناس القمر، قتلوا ثم بكوا عليه ورددوا قتل القمر، لكن أبونا لا يموت.